هسه راح نحل التمرين سي بليسن 1 بكتاب النشاط. طبعا تمرين سي ده يقول لك انه انت كنقطة تختار منها انت ثلاث اختيارات، تختار الاجابة الصحيحة من بين الخيارات الثلاثة. راح نبدأ بأول نقطة. أول نقطة مكتوب هو ومعطيك اختيارات، الاختيارات she speaks, is she speaking, no does she speak, to on her mobile, she is getting very angry. يعني شلون؟ شنو معنى الجملة؟ خلينا نترجمها نفسرها. قبل أن نفسرها، هل تحتوي على كلمة من الكلمات الحفظية always و now at the moment وجماعتها؟ ما تحتوي، فراح نعتمد على الفهم حل هذه الجملة. واحد دي يشوف أمه دي تحكي بالتليفون تخاور ومبين عليها مطنقرة وضايجة ومتعصبة، فهو دي يسأل هي دي تحكي ويا منو هسه ومبين عليها هيك ضايجة. فهذا الحدث اللي انت هسه سمعته، هل هو حدث هسه دي يحصل؟ يعني هو دي يشوفها ودي يسأل لو هذا الحدث دي يحصل بشكل يومي أو أسبوعي، يعني يوميا هو يشوفها تحكي بالتليفون ويسأل أو يوم كل أسبوع يشوفها، يعني برأيك شنو؟ أكيد هو حدث مستمر، ليش؟ لأن دي يحصل هسه، يعني هو بهاي اللحظة دي يشوفها مبين عليها ضايجة، فيريد يسأل يقول هي دي تحكي منه بالتليفون، فراح تختار يا إجابة، هل تختار she speaks مضارع مستمر؟ هاي خطأ، هاي مضارع بسيط. is she speaking؟ راح تكون الإجابة صحيحة، هي الإجابة is she speaking. ليش؟ لأن هاي مضارع مستمر. بالنسبة للنقطة الثانية، دور بالبداية على الكلمات الحفظية اللي قلنا لكم عليها. هل تحتوي النقطة الثانية على كلمات حفظية؟ نعم. شنو هي الكلمة؟ at the moment. at the moment احنا قلنا من تشوف at the moment فورا تقول هاي الجملة ايش؟ هي مضارع مستمر. فراح تختار، هل راح تختار do you use؟ خطأ، هاي مضارع شنو؟ بسيط. هل راح تختار does she use؟ خطأ، هاي مضارع بسيط. إذا راح تختار شنو؟ are you using؟ هذا مضارع، جملة مضارع مستمر. are you using your English grammar book at the moment؟ or can I borrow it for 10 minutes؟ يعني هل ده تستخدم هسه كتاب الإنجليزي؟ لو أقدر أستعيره منك؟ يعني هذا الحدث يحصل بمضارع مستمر هسه. بالنسبة للنقطة الثالثة، خلينا ندور على الكلمات الحفظية، شنو موجود؟ موجود كلمة often. often هي من جماعة always و sometimes و usually. مش شفنا كلمة often، فهون راح نقول هاي الجملة هي بزمن المضارع البسيط، فراح نختار شيء يدل على المضارع البسيط. هل كلمة seeing تدل على المضارع البسيط؟ خطأ. هل كلمة are seeing تدل على المضارع البسيط؟ خطأ، لا تدل. هل كلمة see تدل على المضارع البسيط؟ نعم، see هي الإجابة الصحيحة. we often see Fuad in the park with her brother، يعني احنا بالعادة نشوف Fuad ويا أخوه بالبارك بالمتنزه. النقطة الرابعة دي يقول منى cannot come out today، ومعطيك خيار شي، معطيك خيارات cooks, is cooking, does cook food for the party. أول شيء ندور على الكلمات الحفظية، شو تشوفون بهاي الجملة كلمات حفظية؟ كلمة today، احنا قلنا من نشوف كلمة today معناته هذا هاي الجملة بها زمن، زمن المضارع المستمر، فمن شفت كلمة today فورا تختار، هل تختار cooks؟ خطأ، هاي مضارع بسيط. هل تختار is cooking؟ نعم، is cooking هي الإجابة الصحيحة، ليش؟ لأن الجملة بزمن المضارع المستمر، فلهذا تختار is cooking. فيقول منى لا تستطيع أن تأتي اليوم، لماذا؟ لأنها يعني هسه جاي تطبخ للحفل، تطبخ الطعام من أجل الحفل. خامسة، النقطة الخامسة يقول when I read I، اختيارات don't wear, not wearing, no I'm never wearing my glasses. فأنت إيش دا تشوف؟ أول شيء ندور على الكلمات الحفظية، هل تحتوي على الكلمات الحفظية من always و usually وجماعتهم؟ لا ما تحتوي، إذا لازم نعتمد على شنو؟ على الفهم. زين، معنى الجملة دا يقول عندما أقرأ أنا لا أرتدي نظارات، يعني مثلا اليوم أنا قرأت وباكر قرأت، يعني يومية أقرأ، يومية بشكل يومي أقرأ، بشكل أسبوعي أقرأ، أو بشكل شهري أقرأ، المهم شيء متكرر، قرأتي شيء متكرر، يعني يحدث بشكل يومي أو أسبوعي، فأنا كل ما أقرأ ما ألبس النظارات، فهل هذا مضارع بسيط لو مستمر؟ هل هو دي يحدث هسه هسه بهاي اللحظة؟ لو هذا الشيء متكرر،
إذن هذا شيء متكرر أكيد، فراح نختار المضارع زمن المضارع البسيط، وراح نختار don't wear. When I read I don't wear my glasses، لا أرتدي نظاراتي. النقطة السادسة they يقول my parents are away they، الاختيارات don't travel، travel، are traveling around the middle east at the moment. ندور على الكلمات الحفظية، شفنا موجود at the moment، من شفنا at the moment معناته زمن الجملة شنو؟ مضارع مستمر فورا، فراح نختار are traveling، are traveling، they are traveling around the middle east، يعني والداي ليسوا هنا، هم في جولة في الميدل ايست الشرق الاوسط. وانتهى التمرين سي. هسه راح ننتقل للتمرين دي. تمرين دي ده يقول منتك كلمة بين قوسين، اما تخليها مضارع بسيط او مضارع مستمر. فاول وحدة حال لك اياها كاتب look at this picture of اميرة، انظر الى صورة اميرة، هي ترتدي قبعة مجنونة. فمن شفت لوك بداية الجملة احنا شو نقول؟ راح نقول هاي شنو؟ هاي مضارع مستمر، فراح تخلي she is wearing، she is wearing. زين هسا بالنسبة للنقطة الأولى مكتوب please be quiet I try to do my homework، منطقة try، فما تخليه بزمن مضارع بسيط أو مضارع مستمر. احنا قلنا من بداية الجملة بـ please 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 be quiet، يعني هو هسا ده يقول له رجاءا ابقى هادئ لاني دا احاول ان اكتب واجب الرياضيات هسه. فهذا شنو؟ هذا مضارع مستمر، فراح نقول I am trying، I am trying، فراح تقول please be quiet I am trying to do my homework. النقطة الثانية هي what time he usually get home from work، ده يسأل. ونلاحظ بالجملة موجود كلمة usually، من نشوف كلمة usually فورا نقول هذا مضارع بسيط ونخلي الجملة بالمضارع البسيط. زين انت شفت علامة استفهام بالنهاية، فمعناته هذا شنو؟ هذا سؤال. احنا قلنا بصيغة السؤال شي خليه، خلي اما do او does قبل الفاعل. زين برأيك هي راح تاخذ does لو do؟ هي شنو راح تاخذ؟ اكيد هي راح تاخذ does، مثل ما ذكرنا هي تاخذ does، فراح تقول what time does he usually get home from work، وخلي علامة الاستفهام. أما النقطة الثالثة ف they يقول we not usually go out in the middle of the day because it's so hot، يعني إحنا ما نطلع بالعادة بنص النهار، ليش؟ لأن تكون حارة جدا، الجو حار جد جدا حار. فمشي بكلمة usually بالجملة راح تقول هذا شنو؟ هذا مضارع بسيط. شفت نفي، فنفي مع المضارع البسيط، نفي المضارع البسيط شنو نستخدم؟ إما don't أو doesn't. فنعتمد على الفاعل، الفاعل شنو هو؟ we. we تأخذ don't لو doesn't، we تأخذ don't لو doesn't، راح تأخذ we تأخذ don't، فراح نقول we don't usually go out in the middle of the day because it's so hot. بس بالنسبة للنقطة الرابعة ده يقول هدى cannot see the board because she not wear her glasses today. من شفنا كلمة today بالجملة معناته هذا شنو؟ هذا مضارع مستمر، فراح نقول هدى ما لابسة، ما تشوف اللوحة زين اليوم، ليش؟ لأنها ما لابسة نظاراتها. ف she is not wearing، she is not wearing her glasses today. زين بالنسبة للنقطة الخامسة خلينا ندور على الكلمات الحفظية، هل تحتوي على كلمات حفظية؟ لا تحتوي على كلمات حفظية، فراح نعتمد على الفهم. زين هو ده يسأل يقول هل الأطفال بالعراق يرتدون الزي الموحد بالمدرسة، الزي الرسمي؟ فهو ده يسأل زين أنتم برأيكم الزي الرسمي لما يلبسوه هسه بهاي اللحظة هم لابسين بلحظة كلامنا هذا؟ لو هو الزي الموحد يوميا يلبس وفترة طويلة وشي دائم ثابت، أكيد هو شيء دائم ثابت، يعني شيء يحصل كل يوم بشكل دائمي، فهذا شنو؟ هذا مضارع بسيط. زين بالمضارع البسيط عندك علامة استفهام راح تسأل زين ايش راح تقول؟ children، هل children، children الأطفال، الأطفال نقول ناخذ تاخذ دول وداز، فالطالب يحتار يقول والله ما اعرف تاخذ دول وداز، احنا نعرف انه الضمائر. فمن شفنا children، children مجموعة اللي تاخذ يا ضمير children تاخذ they. زين children they، they شنو تاخذ دول وداز؟
اكيد دو، فراح تقول دو children wear a school uniform in Iraq، وتخلي علامة الاستفهام. اخر جملة وهي وليد اند يوسف اثنين، اثنين يعني شنو وليد اند يوسف شنو هما؟ they، نقول عليهم they، وليد اند يوسف they هم، they معناتها هم. ومخليك بين قوسين study in England at the moment، يعني في هذه اللحظة الآن هم يدرسون في انجلترا. ما خلالك at the moment فهم راح تختار شنو؟ راح تختار المضارع المستمر، وراح تقول وليد اند يوسف are studying in England، in England at the moment. ف are studying هي مضارع مستمر، وانتهى. انتهت المحاضرة، وشكرا لكم.